ضمن برنامج موسم الشرقية 2019 الذي يأتي برعاية كريمة من سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد السعودي، تتواصل الفعاليات والبرامج السياحية المتنوعة بالمنطقة الشرقية التي انطلقت في 14 من مارس وسط إقبال جماهيري كبير متواصل في شتى المدن. الزميل صالح يوسف موفد مركز الأخبار إلى المنطقة الشرقية والتفاصيل. بنظرات قفزت نحو المستقبل فاستحدثت حاضرها ببعد أفقها لترسم في سماء الشرقية هذا المحفل الكبير. ولي العهد السعودي وبرؤيته الثاقبة حمل لواء هذه التظاهرة المتكاملة في 9 مدن ضمت مختلف الأنشطة والبرامج الترفيهية والعائلية والثقافية وغيرها. أكثر من 100 فعالية كانت موجهة لجميع السياح من داخل المملكة وخارجها. موسم الشرقية طبعا 2019 برعاية سمو الأمير محمد بن سلمان، طبعا هاي يعطي إضافة جديدة للترويج للمنتج المحلي السعودي وجذب الاستثمارات المحلية في وسط البلد وكذلك الخارجية. احتفلنا بوصول عدد الزوار المشاركين في فعاليات مهرجان الشرقية إلى 500,000 على مستوى المحافظات 9 التي تحصل فيها هذه الفعاليات، ونعتقد أن موسم الشرقية عموما رفع السقف على المواسم العشر القادمة من مواسم المملكة. هاي الفعاليات اللي تصير تزيد من أواصر المحبة بيننا بعضنا بعض، وبعدين يعني تبين للعالم شنو هي السعودية، يعني ما من تو السعودية بس خل تتضح الصورة أكثر، ثقافة ووعي ومحبة، والسعودية بكبرها قصيدة حب للعالم كله. جادة الترفيه والقرية الثقافية ومركز إثراء وغيرهم من البرامج الفريدة كانت منصات تعزز الوجه السياحي بالمملكة وتتسق مع تطلعات ورغبات الجماهير. ما شاء الله المهرجان هنا يعني تقريبا موفي كل شيء، كل الأشياء اللي الإنسان يحتاجها عن الماضي كلها موجودة هنا. اليهال لما يجون هنا يشوفون العادات والتقاليد والصناعات القديمة يعني بيكون عندهم فكرة جميلة عن الماضي الجميل. كل شيء عجبني، ويعني تصلح من البرامج يعني كل شيء، وتصلح الصغار والكبار. أنا جاي هنا عشان استمتع مع أبي وأبوي. I'm really hopeful we will enjoy it a lot and I love all the festivals that is in the Saudi Arabia. موسم يأتي كأول 11 موسما مماثلا في شتى مناطق المملكة ليرفع سقف التحدي ويكرر إبداعه اللامتناهي. بديعة ومريعة، ماتعة ورائعة، هكذا كانت إطلالة جادة الترفيه في موسم الشرقية. مئات الآلاف من الزوار تجمعوا في هذا المكان لتتلقفهم هذه الفعاليات المتنوعة فتتناسب مع تنوع الفئات المجتمعية المشاركة. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف من مدينة الخبر.